بتكلم المره دي على الماركت برودكتس اوف نوفل دراج ديليفري سيستمز. المحاضره دي ما بقتش محاضرات، المحاضره دي هنلحق نستعرض بسرعه سام ماركت برودكتس مبنيه على استخدام النوفل دليفري سيستم زي ليبيد او بوليمر بيس سيستم، علشان لازم نعرف ان في ماركت برودكتس ما ينفعش يبقوا بدائل لبعض في السوق، مختلفين عن الكونفنشنال لان بيدوا كلينيكال بيرفورمانس مختلف نتيجه اختلاف في الافيلابيليتي او في الفارماكوكاينتكس. الطرق التغلب على المشاكل البايوفيلابيليتي زي في زمايلكم جاوبونا وبداوا يقولوا ان احنا طبعا بنحاول ان احنا عشان نحسن البايوفيلابيليتي سواء بالاورال او بارنترال روت، لو خصوصا لو في ووتر انسوليبل دراج، ان احنا بنحاول نعمل سمولر سايز ريدكشن، او بنحاول نحط سوليبلايزر او نزود السوليبلايزيشن بتاعت الدراج بان احنا نستخدم سيرفاكتنتس، وساعات بيبقى في كميه سيرفاكتنتس كتير وده ممكن يبقى له هنعرف كمان شويه المساوئ بتاعتها. يبقى بنستخدم دراج كارير سيستمز، وانا كنت بحاول استعرض مع زمايلكم ايه اللي اخذتوه السنه اللي فاتت، فقالوا لي ان انتوا اخذتوا في محاضرتين كده يمكن نبذه عن اللايكوزومز، عن النانو، يمكن بوليميريك نانو بارتكلز يمكن او حاجه. في حاجه اسمها SEDDS، ما اعرفش انت مرت عليكم ولا لا، هنستعرضها النهارده، اللي هي سيلف امالسيفاينج دراج دليفري سيستمز. فالديفينتلي استخدام الدراج كارير سيستمز دي بتعمل اولا لها بنفيتس كتير ولها ادفانتجز كتير، اكيد دول استعرضتوها السنه اللي فاتت، بس اهمها طبعا ان هي تو بروتكت الدراج، اكن الدراج انتوا حطيتوه عملتوه انتراكمنت انكابسوليشن جوه كارير سيستم جوه كده، هنشوف صور كمان شويه. فديس ويل بروتكت ديفينتلي الديجراديشن. حد فيكم حضر محاضره الدكتور شاكر موسى؟ كانت متاحه للطلبه، انا ممكن اعمل لها شير معاكم لو تحبوا تسمعوها، كان بيتكلم على النانو بارتكلز وكده. هل حد فيكم حضرها؟ ده دكتور في جامعه الباني في امريكا، كانت معموله لها بوست على الكليه ان الطلبه يحضروا، كان في لينك كده. هل فيكم حد كان انترستد وحضر؟ انا كنت عايزه الصراحه اخش اقول لكم سنه رابعه لازم تشوفوا الحاجات دي، بس ما لحقتش يعني اقول لكم. فحد فيكم حضر ولا لا؟ انا حضرت بارت 1 بس. اوكي برافو عليكي. مين اللي بيرد؟ انا ايمان. ايمان لكنها ايمان، ماشي ايمان. برافو عليكي. كان في بارت 2 كمان very interesting، كان بيتكلم حتى على هي مش الدكتوره ايناس كلمت معاكوا على نيوتراسيوتيكلز الترم ده ولا ما اتكلمتش؟ اتكلمت معاكوا على نيوتراسيوتيكلز مظبوط في الاول. هاي ايمان مفيش غيرك اللي بيرد. دكتوره ايناس اديتكم نيوتراسيوتيكلز ولا ما اتكلمتش في نيوتراسيوتيكلز؟ اوكي سامعيني كويس؟ اوكي مع حضرتك. فهو كان محاضرته الثانيه الصراحه عن النيوتراسيوتيكلز وحاجات حلوه قوي، فممكن ابقى اعمل لكم شير لها لو تحبوا. طيب ال definitely incorporation بتاعت الدراجز جوه النانو كارير سيستمز to protect them from degradation in vitro and in vivo، ممكن تكون مثلا against acid degradation او whatever in vivo. في نفس الوقت نقدر نعمل modification للريليز rate، يعني على حسب الافينيتي بتاعت الدراج موليكيول بتاعي للسيستم ده، يا اما هيحب يفضل جواه فهيحصل ريليز منه بطيء، فممكن كده نعمل كنترول ريليز. دكتوره سالي طبعا اكيد اتكلمت عن الحته دي لانها كانت انكلودد في تبع كلامها ان هو التحكم في الريليز ريت او تو كنترول ذا ريليز ريت اند اوفرينج از ويل التارجتنج ابروتشز. يمكن جزء التارجتنج اللي ما لحقتوش تتكلموا عليه قوي السنه اللي فاتت، المفروض بقى دكتوره ماجده كانت بتديكم الاجزاء دي، ان انتوا ازاي تقدروا تعملوا تارجت، ازاي بيقدروا يعملوا تارجتنج بالدراج كارير سيستمز، مثلا سي يعالجوا برين كانسر، يعالجوا ليفر كانسر، يعني it could be modified also the surfaces of these carriers، بيتحطوا عليهم ليجنز، بيتحط عليهم حاجات كتير للتارجتنج بحيث ان to minimize the side effects من السيستميك absorption، ان احنا بنعمل تارجتنج للدراج في الاورجن اللي احنا عايزينه يشتغل عليه. This is طبعا very nice. طبعا it depends على the properties بتاعت الكارير سيستم ده. Once in the drug دخل جوه الكارير سيستم it becomes a new entity, it carries the properties of the new carrier system. فاهمين ازاي؟ يعني بيفقد
الفم بيفقد البروبرتيز بتاعته وبيبقى البروبرتيز بتاعت الكارير سيستم از هول نيو بروبرتيز، هي دي بتتحكم في ان الدراج يروح فين او يحصل له ابزوربشن ازاي او كل ده. فديفينتلي الكارير سيستم لهم ادفانتجز كتير، ده ممكن ياخد محاضرات كورس بايلو، بس this is not our ILO يعني this is not our intended outcome النهارده. يبقى احنا عايزين نتكلم على الماركتد برودكتس. يبقى انتوا عارفين ان بالرغم لو تشوفوا على الباب ميد تدوروا على كميه النانو كارير سيستم بتحل مشاكل قد ايه وبيع الأدوية، الواحد يتخيل أن كل الأدوية خلاص بقت في صورة نانو كاريرز أو نانو سيستمز. كل أبحاثنا دلوقتي قائمة في القسم عندنا قسم الصيدلانيات، كل الأبحاث قائمة على قسم كمان الاندستريال بيحاولوا يحلوا مشاكل الأدوية باستخدام الدليفري سيستمز المختلفة. حتى هتلاقوا المعمل بتاع الصيدلانيات اسمه دليفري دراج دليفري لاب، فبيتحضر سيستمز مختلفة، بيحضروا نانو بارتيكلز مايكرو بارتيكلز بديفرنت بروبرتيز ديفرنت سيستمز ليبيد بوليميريك. لكن يا ترى بعد كل الأبحاث دي وكل هذه الريسيرشز قد إيه منها وصل الماركت أوكي، وهل إحنا بنتعامل في الماركت مع قد إيه من هذه البرودكتس تمام. فنتيجة إيه بقى أن كمية الحاجات اللي بتوصل للماركت ما هياش زي على قد الابحاث. يعني خشوا كده شوفوا الباب ميد سيرش هيطلع لكم الارقام الابحاث اللي منشوره في مجال النانو كارير سيستمز، وشوفوا كميه الماركت برودكت هتلاقوا ان الريشيو مش معقوله. يعني very نتيجه ايه؟ نتيجه زي ما قلنا ان لازم يحصل بالرغم اول ما الدراج يخش في الكارير سيستم ده اصبح اكنك بتسجل دواء جديد، فدواء جديد ده معناها ان في regulatory issues، في scaling up problems، في يعني في طبعا النانو كاريرز برضو علشان تقدر ان انت يعني تعمل لها scaling up هي حلوة قوي في laboratory scaling up وتطلع بproperties كويسة this is very difficult. فدي برضو من المشاكل اللي بتقابلنا في الموضوع ده. ال safety issues طبعا لو في polymers used they are not that safe okay. وبعدين النانو بارتيكلز يا ترى الفيت بتاعها ايه لما بتخش في الجسم؟ يا ترى بتبقى صغيره قوي، في منها بتوصل للنانو يعني احنا مايكرو بنتكلم في المايكرو رينج، نانو بارتيكلز ممكن توصل ل 10 نانومتر. يا ترى دي 10 نانومتر دي حاجه صغيره قوي، دي ممكن تروح فين بالظبط في الجسم؟ الله اعلم. فدي كلها ممكن تعمل سايتوتوكسيك افكتس، محتاجه توكسيستي ستاديز كتير اوكي يا جماعه. فالماركتد برودكتس بقى اللي احنا يعني مفروض كنا نتكلم عليها، بس انا اخترت لكم تو ماركتد برودكتس بس هتكلم عليهم النهارده، واتمنى ان انتوا بحسكم يعني ان انتوا يعني بما انكم هتشتغلوا ف يعني اي ريكومند ان انتوا تدوروا على بقيه الماركتد برودكتس اللي هي معموله بنانو دليفري سيستمز بكارير سيستمز علشان تعرفوا تنصحوا المريض صح وانتوا بتصرفوا هذه الادويه. السايكلوسبورين نوفل دراج دليفري سيستم NDDS اوكي موجود في حاجه تو برودكتس في السوق، ساندي اميون ونيو اورال. واخدين بالكم ساندي اميون ونيو اورال، حد عارفهم او كلمكم عليهم قبل كده؟ انتوا عارفين الفرق بينهم؟ ها حد سمع عنهم قبل كده الساندي اميون ونيورال؟ ايه يا جماعه نرفع ايدنا كلنا. طيب عايز اعرف ان انتم موجودين، انا كده بحس اني بكلم نفسي. نرفع ايدنا، موجودين وصاحيين؟ كم واحد صاحي؟ اربعه. كله صاحي؟ طيب يبقى انتم ما سمعتوش قبل كده عن الساندي اميون ونيورال. اوكي this is our subject today. و برضو في برودكت تاني very interesting I guess ان انتو definitely تكونوا سمعتوا عنه اللي هو التاكسل، الباكليتاكسل اكيد اخدتوه في الفارماكوجنزي، عقاقير قسم العقاقير لانه من natural origin من نبات يعني اعتقد درستوه في العقاقير اكيد.
واللو تريد نيمز اللي هم التاكسل والابراكسان والسينفيلاك. اوكي ايوه انا اسفه. في حاجه اسمها الفيفند اللي هو الفوري فوريكونازول. ده ايه الفوريكونازول ده؟ بيستخدم في ايه؟ باكليتاكسل بيشتغل في ايه؟ طيب بيستخدم في ايه باكليتاكسل؟ انا عايزه ناس ترد عليا، انا مش هينفع اكلم نفسي. دكتور الباكليتاكسل تقريبا انتي كانسر. الحمد لله ماشي تمام. فوريكونازول بقى؟ لا بصراحه ده مش عارف. من اسمه كده يعني حاجه ازول يبقى ايه؟ انتي فانجل. انتي فانجل ايوه انتي فانجل. ايوه ماشي. فوريكونازول انتي فانجل. عاملين في فاند ده برودكت موجود في السوق معمول بالسايكلودكسترين. سمعتوا عن السايكلودكسترين؟ بيزود السولوبيليتي. تمام تمام فيري جود. فده احنا مش هنتكلم عليه النهارده مش هنلحق. طيب الدوكسوروبيسين، الدوكسوروبيسين استخدم في ايه؟ الدوكسوروبيسين عباره عن ايه؟ الدوكسوروبيسين انتي كانسر برضه يا دكتور. انتي كانسر بس برافو. اخدتوه مع دكتوره ساري ده؟ كلمتكم على الدوكسل؟ دكتوره ساري كلمتكم على الدوكسل كبرودكت ولا لا؟ شوف الذاكره بقى، الذاكره بتاعتكم قويه ولا لا؟ لا بس احنا خدناه في assignment ثيوتكس. assignment ثيوتكس بتاعنا احنا؟ جزء ال anti cancers في العملي. very good very good برافو. طب الحمد لله الحمد لله الحمد لله. دوكسل ده برودكت تمام، والمايكوسات الاثنين ماركتد برودكتس بس في فرق بينهم. والداونوروبيسين والداونوكسوم كل دول دراج دليفري سيستمز مختلفه لنفس المستحضر، كلهم مختلفين في الاداء وفي الكلينيكال اوتكم وفي يعني في كلهم لان هم معمولين من لايبوزوم. دوكسل ده معمول من لايبوزوم. سمعتوا عن اللايبوزومز؟ دكتوره سيري اكيد قالت لكم لايبوزوم. سمعتوا عنها؟ يعني ايه لايبوزوم؟ ها يا جماعه حد يعرف يعني عبارة عن ايه اللايبوزومز دي؟ مش هينفع كده، انا مش هكمل كده، لازم الناس ترد. اكيد عارفين يعني ايه لايبوزومز. بصوا حتى على الجوجل وانتوا بتكلموا اي حاجة. اتفضلي ايمان احمد المتولي او مي محمد عبد الباري. ها لايبوزوم كدليفري سيستم عبارة عن ايه؟ هو لايبوزومز يا دكتور المفروض بتبقى سفيريكال شيب، يعني بتبقى دبل لاير زي الفوسفوليبيد باي لاير كده، والمفروض ان الدراج يبقى يعني في السنتر بحيث ان هي يعني اواي اوف ديليفري سيستم يعني للدراج. تمام الله ينور. يبقى this is a sort of delivery carrier system وبيبقى غالبا كارينج الهيدروفيليك دراجز ولا اللايبوفيليك دراجز؟ هيدروفيليك. لا اللايبوفيليك بقى عشان يقدر يديفيوز ثرو الفوسفوليبيد باي لاير. هو ال 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 الاكو هو اللايبوزومز بيبقى اكو سكور، فاللي هو يقدر يحمل الهيدروفيليك اكتر، بس برضه بيبقى مع اللايبوفيليك بينفع لان بيبقى انترابت within the phospholipid bilayer، فيعني it carries both بس mostly الهيدروفيليك. فايتس اوكي برافو عليكي فيري جود. طيب برضه هتلاقوا الانفوتوريسين. انفوتوريسين انفوتوريسين ده بيستخدم في ايه؟ انفوتوريسين بي انتي فانجل. الحمد لله برضه له كذا مستحضر في السوق ناخد بالنا. ابلسات وانفوتاك وامبيوزوم. امبيوزوم واضح من اسمه ان هو ايه؟ لايبوزوم. تمام يعني لازم تبقوا عندكم الكيريوزيتي ان انتوا تعرفوا المستحضرات دي عباره عن ايه، مكتوب ايه في الليفلت بتاعتها يا ترى. انا كصيدلي المفروض اقول ايه كبيشنت كونسلنج؟ وبرده احنا بنتكلم هنا مش هنقدر، دي مش محاضرات عن الدليفري سيستمز وعن انا يهمني قوي نعرف ان في السوق ماركتد برودكتس اوف نوفل دراج دليفري سيستمز. ما هياش كتير ولكن انا متخيله وكلنا متاكدين ان مع الوقت
الدنيا يعني هتزيد، يمكن بقت زايده قوي في الكوزماتكس، يمكن في الكوزماتكس متطبقه يعني لايبوزوم تستخدم اكتر، وال يعني لانها الابروفل بتاع الكوزماتيك اكيد مختلف عن الابروفل بتاع الميديكيشنز، فهو بتطبق بدون شك في الكوزماتكس بشكل اكبر، ولكن في الميديكيشنز كمان اون ذا لونج ران الادويه الماركتد اللي هتبقى معموله بدليفري سيستمز لها فارماكوكيناتيك بيهيفير، لها كلينيكال بيرفورمانس مختلف، هتزيد مع الوقت. اوكي يا جماعه، فاحنا محتاجين ان احنا نبقى دايما واخدين بالنا من اي برودكت ينزل جديد، نقرا نفهم في البامفلت مكتوب ايه، تبقى انتوا فاهمين يعني ايه كلمه نانو، يعني ايه كلمه دليفري سيستم. احنا كصيادله المفروض نبقى بايونير ويونيك شويه في الحته دي. اوكي، نيجي بقى نتكلم، قلنا هنتكلم النهارده على الاول مستحضرين، اول تو دراجز، السايكلوسبورين اللي هو له 2 مستحضرين في السوق، سانتي اميون ونيو اورن، والباكليتاكسل. السايكلوسبورين هو عباره عن سايكليك بولي بيبتايد اميونو سبريسنت. عارفينه انتوا سايكلوسبورين، اخدتوه درستوه في حته ما ولا لا؟ يستخدم في ايه سايكلوسبورين يا جماعه؟ تفضلوا، يستخدم في ايه سايكلوسبورين يا جماعه؟ لو بعمل organ transplantation يا دكتور عشان ما يحصلش rejection. Very good، برافو عليك. يبقى لما بنعمل organ transplantation اللي بيتعطى by which route بيتعطى، في منه oral capsules أو solutions وفي منه IV injection. okay. ولو استخدام آخر، حد عارف استخدام آخر لسايكوسبورين؟ هي مكتوبة على السايت. استخدم في ايه بقى؟ شيء مش عادش عارف يقرا حتى؟ بيستخدم له استخدام اخر، ايه هو؟ اي دروبس. اي دروبس بالظبط، بيستخدم ك يعني بيستخدم للدراي اي. سمعتوا عن الدراي اي؟ في ناس عندهم chronic dry eye and وجدوا ان السايكلوسبورين يبقى له anti inflammatory effect وبيحسن الconditions في حالة dry eye. في مستحضر بس مش موجود في السوق المصري اللي هو اسمه Restasis. Restasis it's an eye drop formulation، وبتبقى بتبقى unit doses، بتبقى يعني مش قطرة وتعودي تعملها منها drops، لا هي زي nebules زي كده زي الأمبول، كل واحدة بتتفتح per unit dose يعني. أوكي، ده موجود في أسواق زي دبي، زي مش موجود قوي في مصر بس. وإحنا كمان كان عندنا رسالة لسه منشورة قريب، paper على السايكلوسبورين عملناه في صورة نانو سيستم وقارناه بالريستيزز and it was very good. فيعني زي ما بقول لكم ده الأبحاث قائمة على الأدوية اللي لها مشاكل في ال طبعا سايكلوسبورين very drug very large molecule، لها مشاكل في solubility جامدة جدا. فطبعا عشان كده بيفكروا ان هما يعملوا له يشتغلوا يعني يعملوا more يعملوا modified formulations having better properties. اوكي، ففي عندنا هتلاقوا في Egyptian market modified formulation و unmodified formulations. الموديفايد الكونفنشنال او الان موديفايد اللي معروفه اللي اتعرفت نزلت في الاول هي الساندي اميون، اللي بعد كده الموديفايد هي النيو اورال والاربميون والاربميون، بس انا هتكلم النهارده على النيو اورال اونلي. وام اي هنعرف يعني ايه ام اي في السلايدز اللي جاي. الساندي اميون مشاكله هو عباره عن في منه اورال سوليوشن تبقى اويلي كده oil based oral formulation ويا اما كبسولات. اوكي، مشاكله انه وجدوا ان هو بيبقى فيه انترا وانتر patient pharmacokinetic variability. انتوا عارفين ان السايكلوسبورين من الدراجز having narrow therapeutic index، مظبوط، قلناها من الدراجز اللي لازم تتظبط البلاد ليفل كونسنتريشن علشان تحمي المريض فعلا من حكايه rejection of the transplanted organs، ولأن لو زادت الconcentration بتاعتها في البلازما بيبقى لها toxicity، ولو قلت هتبقى مش effective في عملية
هيحصل ريجكشن للاورجانز، فلازم الكونسنتريشن بتاعتها تبقى مظبوطه في البلازما. فللاسف وجدوا ان السانز اميون بالرغم ان هي اتس ماركتد انتل ناو يعني، بس لها يعني هنا ساعتها المريض بيتطلب ان هو يبقى مونيتورد. مونيتورد يعني بياخدوا عينه من الدم ويشوفوا الليفل اوف ذا دراج في البلاد ايه ويتابعوه، زائد ان هي من البيشنت للبيشنت از ديفرنت. اوكي طيب، بور باي افيلابيلتي ان ماني بيشنتس، يبقى ساعتها برضو بيبقى بتتاخد برجيمن معين بحيث انها تحقق اللي ممكن تتاخد بلودنج دوز عاليه. مهم انها لها بور باي افيلابيلتي ان ماني بيشنتس، وبيتوجد انها بتتاثر بالاكل، الفود افكتس اتس افكتس الدراج ابزوربشن. كل دي مشاكل اللي موجوده في سايكلوسبورن، عشان كده احنا حاولوا يحلوها بالدليفري سيستمز بالكارير سيستم. ادي ساندي اميون شكل الفورميليشن في السوق، ادي شكل العلبه من بره مكتوب عليها ايه، مكتوب عليها سايكلوسبورن اورال سوليوشن يو اس بي، تحتوي على 100 ميلي جرام بير ميلي. مكتوب شايفين تحت، شايفين المربع اللي موجود هنا، مكتوب سايكلوسبورن ساندي اميون سايكلوس وارنينج is not bioequivalent, is not bioequivalent to new oral اللي هو cyclosporin oral solution SP برضو modified. يبقى new oral هو modified and both are not the same. Do not use interchangeably without a physician supervision. شايفين هما كدين ايه على البوكس على العلبة، يعني الصيدلي مفروض يبقى عارف بلس انه مفروض يقرأ اللي على العلبة. تمام؟ ده عبارة عن زي ما قلنا الأورال فورميليشن بتاعته والكبسولات بتاعته. الأورال فورميليشن عبارة عن أويل بيزد أورال فورميليشن، تحتوي على كورن أويل وأذر جليسرايدز بولي إيثاكسيليتي زي الأبرافيل والإيثانول. ودي كلها بتعمل كورس إمالشن أون ديسبيرشن إنتو ووتر، يعني هو بيبقى مطلوب من المريض إن هو ياخد يعني يحطها على مية أو عصير ويشربها، لأنها البالاتابيليتي بتاعتها حتى مش حلو قوي. فبتعمل ساعتها نتيجة وقود الأويل والإيثانول مع المية، فهتعمل لي إمالشن، في كورس إمالشن بيشربه المريض. طبعاً نتيجة زي ما قلنا الدراج ده عنده مشاكل إن هو هاي مولاكولر ماس، هاي لايبوفيليسيتي، بور إكو سوليبيليتي. فبالتالي المشاكل ان احنا طبعا زي ما قلنا كل الكلام ده قلته خلاص، requires close monitoring. قلنا هيحصل يا اما organ rejection يا اما هيحصل نفرو او اورجات او CNS toxicity. طيب النيو اورال بقى هو عباره عن، قلت لكم هنعرف كمان شويه ام اي يعني ايه. ام اي يعني مايكرو ايمالشن. فالنيو اورال اتس نوفارتس باي نوفارتس هي عباره عن مايكرو ايمالشن بري كونسنتريت. يعني بري كونسنتريت يعني حاجه كونسنتريتد، وبعد كده ما يحصل لها ديليوشن بالميه. زي ما قلت لكم السوائل الاولاني بيعمل بنعمل الدمريد بياخده مع كميه ميه بيحطه بيعمله ديليوشن بميه او بعصير بيعمل ايمالشن. هنا لما المستحضر ده بيتحط عليه الميه بيعمل مايكرو ايمالشن. اوكي يبقى سواء بيعمل الحكاية دي بيعملوها في البيفرجز قبل ما المريض ياخدها، سواء بيعتمدوا ان هيحصل الكلام ده مع الجاستريك فلويد سيكريشنز هيتحول انتو مايكرو ايمالشن. هو بالاخص ما هو بيسموا المستحضر بيسموا نوعية الدليفري سيستم اللي بتدي ليتر او بتدي ليتنت مايكرو ايمالشن، يعني ما هياش مايكرو ايمالشن اتسلف. لان انتوا عارفين لما اقول على حاجه مايكرو ايمالشن المفروض ان يبقى ايمالشن، اي ايمالشن في الدنيا بيبقى بيتكون من ووتر واويل وسيرفاكتنت. لما اكون انا حاطه مجرد الاويلي انجريدينتس والسيرفاكتنت ومش حاطه ميه يبقى ده بسميه بري كونسنتريت، لسه هيعمل لي الايمالشن او المايكرو ايمالشن بعد ما احط عليه الميه. بيسموه سيلف ايمالسيفاينج ليبيد بيزد فورميليشن. self emulsifying lipid based formulation. من شويه قلت لكم هنعرف الاختصار بتاع اس اي او اس ال بي بي اللي هو اللي كان باين في اول محاضره، self emulsifying اس اي lipid based delivery system، ممكن بيسموه بقى ال دي دي اس. فالسيستمز دي
زي ما قلنا ادي شكل برضو موجود في صورة كبسولات، اظن شبه الكبسولات بتاعت التانية، بس زي ما انتم شايفين كدين على الكبسولة النيو اورال. شايفين الجرعة الكبسولة هنا كام؟ 25 ميلي جرام في الكبسولة، واخدين بالكم؟ تانية كان مكتوب على الكبسول بتاعتها كام تيكوسبورين قد ايه؟ ناس صحي ولا نايمة بقى؟ ها يا جماعة حد اخد باله؟ كانت التانية مكتوب عليها 100 ميلي جرام، بس هو نيو اورال في منه برضو 100 ميلي جرام زي انتوا شايفين العلبة هنا اهي. زي انتوا شايفين مكتوب ايه على العلبة؟ مكتوب ان هي موديفايد، وغالبا برضو نفس الوارنينج ان هي ما تستخدمش، do not interchange، do not use interchangeably مع الساندي اميون. تمام. It is designed to provide increased or more reliable absorption of the medication, improving its bioavailability. ودي ايوه ايمان تفضلي. دكتور تفضلي. حلو ان هو دلوقتي انا ان هو مايكرو ايمالشن، وانا لما بحط عليه الميه بيبدا يتعامل الايمالشن لوحده، فهو ازاي في كبسوله ويبقى مايكرو ايمالشن؟ يعني الكبسوله دي بتتفضى وبعدين بحط عليها الميه؟ دي معلش دي بقى انا قلت ممكن يتحول لمايكرو ايمالشن سواء ان فيترو او ان فيفو، صح؟ الكبسوله دي سوفت جيلاتين كبسولز، يعني بتحتوي على دايما السوفت جيلاتين كبسولز، ممكن احط فيها حاجات اويلي، حاطين هنا اويل وسيرفاكتنت وكله، بس مش حاطين الميه. اوكي، وانس انها بتفتح في الجي اي تي مع الانتستاينال فلويدز هتعمل المايكرو ايمالشن. اوكي، فانا لكن الشرب بقى المستحضر الشرب اللي هو الاورال ايمالشن، الاورال اويلي زي مثلا الساندي ميون، وبرده في واحد من الاورال ده، الاورال مش الكبسولات، الاورال ده بيبقى برده فيه الاويل وكله مش محطوط الميه، بس وانس انه يا اما بقى هنا عندهم القدره ان هم يمزجوه مع الميه قبل ما المريض ياخده، تمام، او بيتحط بيدوب او بيتقال دايما ان هو يتحط في نص كوبايه ميه، معلقه، يعني بتبقى مكتوبه في البامفلت، بحيث ان هو هيكونه الايمالشن مايكرو ايمالشن قبل ما المريض ياخده. فممكن او ياخده كده لو هو بالاتب، لو هو قادر يبلع زيت، يعني الكبسوله ممكن هو يبلعها مش هيحس بحاجه، بس كما كزيته وكده يتاخد من غير ما ياخده مع بيفرجز، الصراحه طعمها صعب قوي، فاهمين قصدي؟ فبالنسبه لقلنا السانتي اميون بيدي ايمالشن، لكن النيو اورال المكونات تسمح بان هو يكون في الاخر حاجه بيسموها مايكرو ايمالشن، which is better عن ايمالشن. فاحنا محتاجين ان احنا نعرف الفرق بين المايكرو ايمالشن والايمالشن عشان نحس بالفرق بينهم، ليه في احسن ده احسن من ده. اوكي، يبقى وجدوا ان لو بقارن السانت اميون بالنيورال سواء الكبسولز او الاورال سوليوشن الاثنين، يعني لا، وجدوا ان النيورال بتدي ماتش فاستر اون سيت اوف اكشن، تدي ريدوسد انتر وانترا سبجكت فاريابيليتي. فاكرين المشاكل اللي كانت عند السانت اميون؟ قلنا ان في انتر وانترا سبجكت فاريابيليتي، وبتدي ماتش لور. فاكرين كنا بنقول السانت اميون بيتاثر بالاكل؟ هنا ماتش لور امباكت اوف فود انتيك اون سايكوسبورين فارماكوكينيك. اوكي، ليه يا ترى؟ عايزين نعرف ايه الاختلاف اللي خلى المشاكل دي تختفي. طيب طبعا لما المشاكل دي بتختفي، بالتالي انا الادمنستريشن تايم اوف ذا نيورال ملوش دعوه بالاكل، ملوش دعوه بالميلز، زائد مفيش مشاكل، مبقاش قلقانه قوي من ان انا محتاجه اعمل كلوز مونيتورنج، ببقى قلقانه من زي ما قلت لكم اندر اميونو سبريشن او toxicity او over exposure to the drug. ال drug levels more or less بيبقى blood level بتبقى more constant. برضو لما بنيجي نقارن ال oral bioavailability، ده plasma concentration، ده time blood plasma concentration curve، فاكرين اكيد اخدتوا ده سنة تالتة، اخدتوا الفارماكوكاينتكس لما بيعملوا بيقيسوا بيدوا ال drug after oral administration، وياخدوا blood samples at time intervals ويشوفوا the concentration of the blood، الدرج هيحصل لها ايه في الدم. فاللي تحت ده
after administration of 180 milligram واللي فوق ساندي اميون لو تلاحظوا بياخد جرعة اكبر علشان يقدر يعني ده معناها اصلا ان في فرق في البايو افيلابيليتي لان انا بدي جرعة اقل في النيو اورال وبوصل لماكسيمم سي ماكس بتاعته تقريبا اعلى حتى من الساندي اميونز. انتوا شايفين السي ماكس هنا فاكرين البلاد كونسنتريشن بلازما كيرف كنت اخدتوه السنه اللي فاتت في الماكوكاينتكس ده عمرنا ما ننساه الحاجات دي يا جماعه. دي الحاجات دي هي الكنز بتاعنا او احنا كصيادله نقدر نفهم الدراج بيحصل له ايه في الجسم. لو تلاحظوا هنا المفروض ان البلوكس البيضه دي بتعبر عن الفاستنج كونديشنز يعني والثانيه افتر البلوك ده بيبقى after fat rich meal. okay. فهنا الـ effect of food واضح في الـ sandy immune لأن الـ شايفين في effect الـ effect of food واضح جدا لكن الـ new oral ما بيتأثرش بالأكل الاثنين زي بعض فمش فرقة. دي أول حاجة قلناها زائد إنه بيدي طبعا الـ oral availability أحسن عشان كده احنا حتى الدوز أقل تمام. فدي كلها من الفروقات اللي بينهم. عايزين نعرف بقى ايه هو المايكرو ايمالشن. حد عارف حد اخدتوه في حته او عدى عليكم او حد كلمكم يعني ايه مايكرو ايمالشن؟ ها يا جماعه عايزه اسمعكم لو سمحتوا تفضلوا تفضلوا. يا جماعة ايه الاخبار؟ عايزة حد يقول لي يعني ايه مايكرو ايمالشن؟ هنسكت كده؟ ما حدش اخد خالص عندكمش فكرة يعني ايه مايكرو ايمالشن يا جماعة؟ انتوا سامعيني ولا نايمين ولا ايه بالظبط؟ اه ايمان ما حدش اتكلم معاكوا على المايكرو ايمالشن خالص قبل كده؟ لا مش فاكره ان احنا خدناه خالص بس اظن هو هيكون مختلف عن الايمالشن في البارتيكل سايز. تمام فيري جود. هو طبعا باين يعني حتى لو فكرنا شويه من الاسم ان ديفينتلي ال 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 يعني الاسم باين انه مايكرو ايمالشن يبقى حاجه اصغر من الايمالشن كبارتيكل سايز كدروبلت سايز. اوكي انتوا عارفين ان الايمالشن عباره عن كورس ديسبرشن خدتوا الايمالشن يمكن من اول عباره عن بيبقى اويل ووتر اكويس فيز واويلي فيز وسرفاكتنتس وان عند لازم بيتحطوا بريشوز معينه بحيث ان بنقلل الانترفيشال تنشن بتوين الاويل والووتر وبالتالي يعمل جلوبيولز يعني وزي اللبن اشهر مثال للايمالشن هو اللبن مثلا اويل ووتر ايمالشن وفي ووتر اويل على حسب ايه الانترنال فيز. المايكرو ايمالشن برضو نفس الفكره فعلا زي ما قالت زميلتكم ان هو السايز اصغر بس ازاي طيب السايز بيبقى اصغر ازاي طرق تحضير المايكرو ايمالشن ايه؟ المايكرو ايمالشن في حاجه اسمها مايكرو ايمالشن وفي حاجه اسمها نانو ايمالشن. هل يا ترى مايكرو ايمالشن معناها ان هو في المايكرون رينج والنانو ايمالشن معناها ان الدراج بتاعي ان الجلوبيول سايز بتاعتي في النانو رينج؟ لا هم وجدوا ان المايكرو ايمالشن برضو يعتبر يعني في النانو رينج في رينج صغير جدا بتكلم في نانو سايز مش في مايكرون يا جماعه خالص هو في النانو رينج برضو في يعني نانومتر بالنانو رينج نانو سايز مش بالمايكرون رينج ولكن هو تسميه اتسمى كده من ساعه ما ترعوه بس ده مش تسمية مظبوطة هو نانو ايمالشن بس بيختلف عن النانو ايمالشن في حاجة وجدوا ان المايكرو ايمالشنز ده عبارة عن systems they are thermodynamically stable بمعنى ايه؟ هنكمل بقية الديفينيشن ونشرحها. thermodynamically stable dispersions of oil and water containing oil phases of nanometer dimensions stabilized by the interstitial film of surface active agents اللي هم surfactants frequently in combination with a co-surfactant اللي هو غالبا بيكون
short to medium chain alcohols زي البيوتانول والبنتانول والهيكسانول. فهو الكومباينيشن بتاعت السيستمز دي ببروبورشنز معينة بتسمح بتكوين المايكرو ايمالشنز سبونتينيسلي. يعني زي ما انتوا شايفين يعني ايه سبونتينيسلي؟ يعني مجرد ان انا عملت دراسة وعرفت ان انا مثلا لو اخدت مثلا 2 ملي مية على 1 ملي اويل على مش عارفة كام ملي جرام سيرفاكتنت على كام few drops of co-surfactant لو حطيتهم على بعض بالريشوز دي بالكميات دي وقلبت agitation صغيرة قوي مجرد agitation كده برج. فاكرين انتوا لما كنتوا بتعملوا الامالشن في سنة اولى في العملي كنتوا بتقعدوا بالمورتر في المورتر وغايب ما تسمعوا clicking sound؟ فاكرين فاكرين وكنتوا بتقعدوا تدعكوا فاكرين ولا لا؟ لكن المايكرو ايمالشن هو it's spontaneous without any energy. It doesn't need any energy. It's just mixing the components. وجود السرفاكت محتاجين بس هو بيحتوي على كمية سرفاكتنس عالية علشان يقلل يعمل stability للinterfacial film بين الأويل والووتر وبيقلل وباستخدام الكوسرفاكتنس أساسي. لكن النانو ايمالشنز وانا ده مش موضوعنا هنا النهارده النانو ايمالشنز تبقى عباره عن ايمالشن عادي بس عملوا له نانو سايز فده ممكن بقى يحطوه في هوموجينايزرز يقللوا السايز بتاعه باي طريقه ماشي يعملوا له هوموجينايزيشن وكده يعني او ساعات في طرق لتحضيره بطرق اخرى بس ده مينلي عايز افهمكم الفرق يعني. فنفس المشاكل اللي بتحصل للايمالشن فاكرين مشاكل الايمالشن زي اللي هو الكريمينج وال اللي هو بيسموها الاوستوال درايبنينج فاكرين الكلام ده كله في الايمالشنز المشاكل اللي كنت بقول كراكينج فاكرين. المهم كل الايمالشنز اللي كانت بتحصل المشاكل بتحصل في النانو ايمالشنز بس بلور ديجري علشان طبعا نتيجه الوجود ال يعني ال نتيجه وجود السرفاكتنت شيل في النانو ايمالشنز ار ستيبل مور اور ليس يعني. ف anyway فالمايكرو ايمالشنز لهم اسامي مسميات اخرى في بعض البيبرز بيسموهم ترانسبيرنت ايمالشنز. كلمه ترانسبيرنت ليه بقى جايه منين؟ المايكرو فاكرين الايمالشنز قلنا ان هي بتبقى لونها ابيض لكن المايكرو ايمالشنز نتيجه الصغر السايز بتبقى لها بتبقى في الكولويدال رينج يا جماعه كولويدال رينج كولويدال ديسبرشنز دول بيبقوا translucent بيبقوا transparent ما بيبقوش لونهم أبيض بيبقوا translucent أو transparent بيبقى فيه ساعات البلو تينج كده اللي يسمح إن اللايت يعدي وما بيعدي فيهم بيعمل زي تندل إفكت أو بيعمل بلو رينج ده بيعكس ويفلنسز معينة وحاجات كده. مهم ده transparent بيسموهم transparent emulsions بيسموهم swollen micelle. أنتوا عارفين المايسل بيبقى عبارة عن لأنهم بيحتوى على سيرفاكتنز كتير فدول سوالن ليه؟ لأن المايسلز عبارة عن سيرفاكتنت في مية بكمية كبيرة فمكون مايسلز مفيش الفيز بتاع الأويل يعني لكن هنا بيبقى فيه الأويلي فيز وفي نفس الوقت هما بيبقى كأنهم حاجة جوه المايكرو جوه الجلوبيول فبيسموهم سوالن لأنهم أكبر من المايسلز العادية بيسموهم هم مايسيلر سوليوشن او سوليبلايزد اويل ان الاويل هنا سوليبلايزد بالميه والسرفاكتنتس والكوسرفاكتنتس فدي كلها تسميات للمايكرو ايمالشن. طيب المايكرو ايمالشن فورميليشنز اوف سايكوسبورين ار تيرمد موديفايد فورميليشنز. انتوا شايفين الفرق بين ايمالشن ومايكرو ايمالشن ان المايكرو ايمالشن سايز رينج بتاعه بروبيول سايز بيوصل في النانومتر و بيحتوي الانترفيشل فيلم شايفين قد ايه يعني الانترفيشل فيلم تحتوي على يعني كتير جدا كمية سيرفاكتنس عالية وكوسرفاكتنس بتسمح بفلكسبيليتي وده اللي بتسمح ان المايكرو ايمالشن يتكون من غير اي انرجي سبونتينيسلي بيعمل على طول سمول سايز. اوكي يبقى الفرق بين الايمالشن والمايكرو ايمالشن هيبقى من الفيجوال بروبرتيز. قلنا ده بيبان وايت ده بيبان ترانسبيرنت الدروبلت سايز وقلنا الفورميشن ده سبونتينيسلي ده لازم نحتاج هوموجينايزيشن
thermodynamic stability ده thermodynamically stable وده not stable. Okay. Micro emulsions are used ك delivery system على فكرة في حاجات كتير جدا. ودي بقى موجودة كتير جدا في marketed products. يعني انتوا بقى كده لما تنزلوا الماركت ركزوا بقى. هتلاقوا ساعات بس الشركات ما بتقولش ان هو مايكرو ايمالشن زي ما قلت لكم بيقولوا ان هو سوليبلايزد فورم. هما بيستخدموه كطريقه للسوليبلايزيشن اوف ذا دراجز. بيقعدوا يظبطوا الكونسنتريشن بتاعه الاويل والسيرفاكتنتس يعني لان هو بيسمح بالسوليبلايزيشن جامده جدا للكولي سوليبل دراجز. هو كمان له ميزه في كذا في الابلكيشن في كذا روت اشهرهم ابلكيشن هي الديرمال والترانسديرمال فورميليشنز بيزود البينتريشن نتيجه السمول سايز بتاعه والكميه السيرفاكتنتس وبيزود البايو افيلابيليتي اورالي برضه في دراسات كتير جدا اتعملت في الحته دي. ممكن انتوا تقعدوا بقى هتلاقوا ريفيو ارتكلز بالهبل تقروا على المايكرو مالشن ابلكيشنز فور دراج ديليفري بالهبل يعني حاجات كتير جدا. وفي البارنترال ديليفري of hydrophobic drugs برضو طبعا دي اسهل طريقه بدل ما يقعدوا يدوبوا drugs في solvents هيعملوها في صوره micro emulsions to be given intravenously حتى اوكي لان هم they are not they are very fine باينين اكنهم dispersion كده بيبانوا اكنهم حاجه transparent زي الميه زي ده solution. The self micro emulsifying drug delivery systems اللي هو ال SMEDDS they are latent micro emulsions قلنا ان هم بنحط كل الكومبوننتس ما عدا الميه in the form of a stable water-free combination of surfactants, co-surfactants, and lipophilic phase, which creates a microemulsion when diluted in water or body fluids. Digestive mobility of the stomach or intestine بتكفي إنها تعمل agitation للcomponents دي فتكون المicroemulsion. فاهمين؟ يعني مش بيحتاج انرجي خالص ان هو يكون المايكروميشن مجرد حركه المعده والانتستين دي بتسمح بذلك. فهمتوا يا جماعه؟ طيب such systems combine the advantages of microemulsions with the water free formulations. يبقى ميزه ان انا اعملها بصوره سيلف مايكروميشنج ان انا بحافظ على الاستابيليتي بتاعه المنتج بتاعي مش حاطه ميه. So the water-free formulation protecting sensitive drugs from the chemical degradation they would undergo in aquascape. تمام؟ Surfactant use are known to improve bioavailability by various mechanisms including improved drug dissolution. يعني حتى المايسلز لوحدها بتزود الدراج سوليبيليتي. لكن وجودها جوه مايكرو ايمالشنز دي خلتها في صورة جروبيولز دي بتبقى بتحمل يعني ساعات كتير قوي تلاقوا دراسات بيقارنوا طب انا حاطط الدراج بتاعي في مايسل ولا حاطه في مايكرو ايمالشن. فالمايكرو ايمالشن وجد ان هو له better properties و better advantages. increase the intestinal epithelial permeability. اولا كميه السيرفاكتنس اللي موجوده في السيستمز دي اقل من المايسلز لوحدها. تمام؟ يبقى انا بزود الانتستينال epithelial permeability بزود التايت جنكشن permeability وبقلل البارا جلايكوبروتين دراج افلكس. فكل ده بيحسن الاورال bioavailability. If sandy immune and new oral are different formulations, they should not be used interchangeably due to the difference bioavailability. لكن الكبسولات والسوليوشن بتاعت نفس المنتج مفيش أي مشكلة فيها. يعني نقدر نستخدم النيو أورال soft gelatin capsules مع النيو أورال سوليوشن مفيش مشكلة يحصل interchange بين نفس البرودكت. الاثنين نفس الحكاية. Okay. طيب ايوه اميره عايزه تسالي حاجه يا اميره قبل ما اكمل. ايوه يا دكتور انا كنت بس عايزه اعرف حضرتك قلتي كده يعني الفرق بين النانو سوري اللي هو المايكرو ايمالشن والنانو ايمالشن بس ان هو المايكرو ثيرموديناميك ستيبل. معلش صوتك واطي قوي. ها انت حاطه السماعه شكلك. ثانيه واحده. طيب كده تمام ولا ايه؟ احسن شويه. انا بس بقول لحضرتك هو الفرق بين المايكرو ايمالشن والنانو ايمالشن كان ان المايكرو ايمالشن كده هيكون ثيرموديناميكال ستيبل بالظبط بس كده هو ده الفرق. تمام بالظبط. شكرا دكتور. برافو عليك بالظبط. ومش يعني مش محتاج انرجي خالص لتحضيره يعني. تمام في حاجات كتير قوي في السوق يا جماعه واحنا مش واخدين بالنا. نانو ايمالشن او مايكرو ايمالشن بيستخدموهم كتير قوي في
اسهل دليفري سيستم ممكن يستخدم يعني، مش زي بقيه النانو سيستمز يعني، دول اوريدي دول ان ماركت كتير. تفتكروا دلوقتي الادفيرس رياكشن اللي مكتوبه في البامفلت بتاعت التو برودكت سواء النيو اورال او الساندي اميون هتبقى مختلفه ولا هتبقى هي هي؟ يا جماعه اكيد هتبقى مختلفه يا دكتور، علشان الساندي اميون عنده سايد افكت اكتر. عايز اسمع اراء اخرى. لو هي بتتكلمي على سايد افكت او ادفيرس رياكشن باين نتيجه دوز ريليتد، بالتاكيد طبعا النيورال كدوز وايز انا مديه دوز اقل، فبالتالي ممكن يقلل شويه الادفيرس رياكشن، ولكن نوعيه الادفيرس رياكشن فور ذا تو فورميليشنز از ذا سيم، لان بتكلم على سايد بتكلم على ادفيرس رياكشن للدراج مولكيول، هو بيسبب رينال ديسفانكشن، هيباتيك ديسفانكشن، تريمر، ارتيزم، كل السايد افكتس دي موجوده، لكن بدون شك ان اورال بتكلم على دوز وايز اورال طبعا، لاني قللت قدرت احط كميه دراج اقل فورميليشن ساعتها بقت مور افكتيف، وبالتالي انا قللت شويه الدوز ريليتد سايد افكتس. تمام، لازم تبصوا يا جماعه في البيشنت في البي دي ار وفي drugs.com، وبصوا على الدراج مونوجرافز وشوفوا ايه اهم بيشنت كونسلنج تيبس موجوده وموجود كده الفرق بينهم، اوكي، عشان تشوفوا الكلام اللي احنا بنقوله ده انتوا بعد كده ازاي وانتوا صيادله شغالين تقدروا تو اكسس الكلام اللي احنا بنقوله ده. طيب هناخد ديها بس 1 مينت ثواني بس، وهنكمل الثاني فورميليشن اللي هي عايزه اتكلم معاكم عليها، اللي هي الماركتد برودكتس اللي هي اسمها الباكليتاكسل، اللي كل الفورميليشنز اللي لها علاقه بالباكليتاكسل. انتوا قلتوا لي أيوة يا مرام، اتفضلي يا مرام. دكتور معلش أنا كان عندي سؤال في السايكلوسبورين نفسه، هو ده المفروض بوليبيبتايد، يعني هل ممكن يتاخد أورال عادي مش هيحصل له حاجة؟ هو بوليبيبتايد لا هو بيتاخد أورال مش مشكلة، هو مش عشان بروتين يعني وكده قصدي. لا هو مش بولي بيبتايد قوي يعني، هو لارج موليكيول، بس انا بقولك كنت عايله في الاول هو عباره عن ايه كده. ما هو عباره عن، حضرتك كنت قايله حتى 11 امينو اسيدز، 11 امينو اسيدز هو بولي بيبتايد. هو بيتاخد اورالي يعني زمان كمان يعني، بس هو في صوره ايمالشن، ففي صوره ايمالشن ممكن يعني كما هو مش كدراج لوحده، بيتاخد في الكونفنشن فورميليشن اللي هي صوره ايمالشن، برضه حاطين فيها سيرفاكتنس وكده، فبدون شك الحاجات دي بتساعد على الايلافر امينو اسيد. تمام، فبتساعد على امتصاصه يعني، لكن يو ار رايت طبعا، عامه البيبتايدز والبروتينز والحاجات دي ما بتتاخدش اورالي او بيبقى في انها بيحصل لها دايجيشن او بيحصل لها ما بتمتصش، لكن هو وجوده في مش محطوط لوحده، هو محطوط في صوره الفورميليشن اللي كونفنشن بتاعته عباره عن ايمالشن، اللي هي الساندي اميون دي اوريدي اتس ان ايمالشن، اتس نوت الدراج لوحده، فاهم قصدي؟ اوكي تمام برافو عليك. اوكي جست جيف مي 1 مينت يعني هشرب بس الماي وهكمل معاكم الباكليتاكسل فورميليشنز. اوكي ده برضو مثال لماركت برودكت موجود في السوق برضو مختلف عن الكونفنشن برودكت، وبالتالي ده برضو صيدلي لازم يبقى واخد باله من الاختلافات الموجوده بينهم. اوكي
تمام. طيب التاني مستحضر زي ما قلنا هو الباكليتاكسل. This is one of the taxol group of the cytotoxic drugs used for treatment of metastatic breast cancer زي ما زميلك قالت. وانتوا طبعا عارفين ان هو من origin نباتي وطبعا بيستخدم كتير، يعني بيستخدم كتير قوي في انواع كانسرز خصوصا البريست كانسر. هنا في مصر بروتوكولات علاج البريست كانسر بتحتوي على الباكليتاكسل على طول، يعني فيرست لاين يعني تريتمنت. ففي فعلا لو انتوا حد فيكم اشتغل في مستشفيات واشتغل بعد كده في امراض اللي هي السرطان طبعا الانكولوجي ديبارتمنتس والحاجات دي كلها هيتعامل مع المستحضرات دي. انا مش عارفه اذا كانت بتتباع في الصيدليه بس اعتقد انها بتتباع في الصيدليات طبعا ديفينتلي. عندنا كذا مستحضر تريد نيم عشان نبقى عارفين كلهم باكليتاكسل، فلازم لازم نعرف الفرق بينهم. التاكسول، تاكسول ده اشهرهم وارخصهم، بيحتوي على 30 50 ملي جرام باكليتاكسل بير فايل. هو بيتاخد طبعا بارنتري وتاكسوتير ودوسي تاكسل، بيحتوي على 20 40 ملي جرام دوسي تاكسل بير فايل. ده سولت من الديريفاتيف من الباكليتاكسل يعني. لكن دول موجودين في الايجيبشن ماركت. اعتقد في برضو المستحضرات اللي هي الموديفايد اللي هنقولها في السلايد اللي جايه موجودين. اللي مخلي التاكس طبعا ده نبات وبرضو له بروبرتيز هيدروفوبيك وصعب قوي في تدويبه، مشاكل كتير ما عرفوش يتغلبوا عليها الا لما حطوا سيرفاكتنت اللي هو بيسموه كريموفور. عارفين الكريموفور ده اصلا من له علاقه برضو بيستخرج من برضو من الكاستر اويل ديريفاتيف، ومهم ان هو فيري هايلي توكسيك سيرفاكتنت، يعني خصوصا لما حاطينهم كميه ويعني بيعمل مشاكل والايثانول كمان علشان يدوبوا الدرج. اوكي فنتج دايما بينتج عنه هايبر سنسيتيفيتي رياكشنز، يبقى الناتجه هنا من قلنا من استخدام السيرفاكتن ده. بينتج عن المستحضر بتاع التاكسول ده دايما سيفير مايلو سبريشن وبرولونجد بيريفيرال نيوروباثي وسيفير اديما. تمام يبقى ادي نوعيه، لو حبينا نشوف السلايد دي نوعيه شايفين الريبورتد سايد افكتس او هايبر سنسيتيفيتي رياكشنز اللي ناتجه من التاكسول واستخدامه باكليتاكسل او داسيتاكسل يعني، واستخدامهم في ديفرنت كانس ديفرنت تايبس اوف كانسرز. وبينتج عنهم المريض بيحس بايه، اديما زي ما قلنا، فيشر فلاشينج والحاجات دي كلها عباره عن هايبر سنسيتيفيتي رياكشنز، شست بريشر سايد بالبيتيشنز الحاجات دي كلها. وجدوا ان عملوا دراسات وفي حاجات كتير قوي ببلشت من ضمنها حاجات من زمان يعني في 2009 والألفينات، أثبتوا إن المسؤول عن الالرجيك رياكشنز دي كلها هو الكريموفور. وبرغم ذلك ما انسحبش السوق، موجود وبيصرف لغاية دلوقتي لأن ملوش حل في إن هو أحسن سيرفاكتنت قدر يدوب الدراج ده، ومدروس كويس وخلاص والناس بتعالج بيه كويس وكده، فما انسحبش يعني. يتجنبوا بقى ازاي بقى بيعملوا مانجمنت للهايبر سنسيتيفيتي رياكشن، ان هم بيدوا كورتيزون قبل التاكسوتير تريتمنت، بيدوا كورتيزون و معلش دي واحده ثاني واحده فالتاكسوتير ده او مثلا يعني ده البروتوكول بتاعه. تلاقوا دايما مع بروتوكول العلاج ان هو لازم ياخده المريض لازم ياخد قبل الانجكشن بيوم ويوم الانجكشن وبعد الانجكشن بيوم بياخد كورتيزون، كل ده عشان يقللوا الاديما ويقللوا الابراكسان بقى. ده حل المشكله دي، واعتقد انه موجود طبعا اكيد في السوق المصري بس اغلى بكتير فمش متناول الناس يعني. هو solvent free يعني ما فيهوش الـ فكرة الـ استخدام الكيموفور، وعبارة عن ايه؟ عبارة عن sort of nanoparticles. nanoparticles دي عبارة عن ايه؟ ولا هي polymeric ولا هي lipidic، هي albumin bound
albumin bound paclitaxel nanoparticles. في عندنا في الـ في الـ industrial department بيستخدموا قدروا ان هم في الاندستريال ديبارتمنت قدروا ان هم يعملوا الالبومين نانو بارتيكلز دي. هتلاقي في بابليكيشنز كتير للستاف ممبرز اللي في الاندستريال ديبارتمنت عندنا في كويس صيدله. الاولا المميزاته ان هو it requires no pre-medication almost doubles the response rate. متخيلين مش محتاجين هنا خلاص هيستغنوا عن فكرة انه المريض ياخد كورتيزون قبله واثناء وبعد اللي اسمه ايه. في نفس الوقت عمل double the response rate تمام يعني احسن في الـ bioavailability. It contains, because it contains no ethanol and no surfactant, this product enables the administrations of 50% chemotherapy per session. برضو بسبب يعني قدرنا نعلى بالدوز بتاعة الكيموثيرابي. Abraxane is an albumin-bound form of paclitaxel. Particle size بتاعت النانو particles 130 نانومتر. يعني بتكلم برضو على colloidal range. بتكلم على برضو dispersion. شكله كده very transparent, translucent. Very مش حاضر أشوف الparticles زي بتبقى very fine. فبيبان أكنه solution يعني. It's applied as a white sterile powder. هما مش بيخلوه بقى عشان هو albumin bound. طبعا ده انتوا عارفين الالبومين ده protein nature. فطبعا هو بيبقى lyophilized powder for reconstitution. Okay. و reconstitution بتاعته بتبقى بسلاين. بتاخد بالinfusion. Okay. ايه يا جماعة الفرق بين الابراكسان والتاكسول. التاكسول بيحتوي على كمية كبيرة قوي من الكريموفور زي ما انتم شايفين والإسالون و IV solution solid solution already. لكن الأبراكسان اللي هو كان approved في الـ FDA في 2005 بيحتوي على كمية باكليتاكسل شايفين أكتر بكتير جدا. هو عبارة عن powder for reconstitution مفيهوش surfactants مفيهوش solvent. قد إيه طبعا بيحتوي على albumin فهو مهم عين تعرفه. يبقى الناب او النانو بارتيكل البومين باوند تكنولوجي دي تكنولوجي استخدموها الادويه كتير جدا مش بس للباكليتاكسل. لو دورتوا بقى سيرش في الباب ميد هتلاقوا فيه حلت مشاكل ادويه اخرى كتير. عباره عن نانو تكنولوجي بلاتفورم فور بيولوجيكلي انتراكتيف دراج دليفري اند تارجتنج. اوكي ليه الالبومين؟ الالبومين ده حاجه ناتشرال بروتين can be obtained من كذا سورس من الايج وايت اوفا البومين من البوفاين سيرم البومين من الهيومن سيرم البومين. فال البومين سيرفز از ا ديبو اند ترانسبورتر بروتين. نتيجه الهاي سولوبيليتي بتاع الالبومين في pH 7.4 it makes it an attractive macromolecular carrier capable of accommodating wide variety of drugs. يا ريت يا جماعه تخشوا وتشوفوا انواع الدراجز المختلفه اللي عملوها في صوره ناب او اللي هو نانو بارتيكلز بالالبومين. It is stable for wide pH range. It could be heated to 60 degree up to 10 hours. علشان طبعا بتكلم هنا على الستيريلايزيشن. بما اني قلت حاجه powder for reconstitutions لازم تبقى ستيرايل. Why albumin nano particles? قلنا they are biodegradable بما انها حاجه موجوده اصلا عندنا human albumin في الجسم. فبالتالي هو معلش دي واحده جاي لي فون بس من العميد ثانيه واحده في حاجه مهمه.
معلش انا اسفه يا جماعه. معلش. طيب دلوقتي الالبومين نانو كاريرز ار بايوديجرادبل و ايزي تو بريبير وطبعا هاف ويل ديفايند سايزز ورياكتيف فانكشنال جروبس زي السايول والامينو والكربوكسيل اون ذير سيرفيس كان بي يوزد فور ليجند بايندينج اند اذر سيرفيس موديفيكيشنز. دي كلها مميزات الالبوم النانو بارتيكلز. اول حاجه الجسم بيتخلص منها بسهوله جدا مفيش مشاكل توكسيسيتي عشان كده كانت ابروفد الماركت بسرعه. تحضيرها فيري ايزي. السايزز بتاعتها اي كان ميجر ذا سايز واقدر احضر سايز معين. اوكي رياكتيف فانكشنال جروبس بيبقى السايول والامينو والكاربوكسيل اون ذير سيرفيس كان بي يوزد فور ليجند بايندينج اند اول اذر سيرفيس موديفيكيشنز. فدي كلها عن يعني هو عنده ثيول وامينو وكربوكسيل الحاجات دي كلها بتسمح بايه بقى زي ما قلت لكم التارجتنج. يعني انا ممكن هنا احط حاجات كده مثلا زي انزيمز حاجات تروح حتت معينه يروح تارجتنج لكانسر معين مثلا حاجات موجوده مثلا في الريسبتورز بتاعه الليفر الليفر كيدني الليفر او الكيدني في مثلا انزيمز او حاجات موجوده هناك اروح انا عامله ليجند على السيرفيس بتاع الالبوم النانو بارتكلز دي تسمح انها تودي الناحيه هناك. تمام الدراج ريليس فروم البوم النانو بارتكلز كان بي اتشيفد ناتشرالي باي بروتياز دايجيشن. الدراج ريليس فروم البوم النانو بارتكلز كان بي اتشيفد ناتشرالي باي بروتياز دايجيشن. النانو بارتكل ده برضو من ضمن المميزات يعني ان الدراج بيطلع ازاي من السيستم ده من ان هو بيحصل له دايجيشن فبيطلع الدراج واحده واحده. تمام بس بعد ما بيكون وصل للتارجت زي ما انتم شايفين ده تخيل لشكل طبعا ده تخيل الرسمه دي كروكي لكن الرسمه دي دول مصورينها بحاجه جهاز اسمه ترانسميشن الكترون مايكروسكوب مش مايكروسكوب عادي وكرايو كرايو يعني بالتتليج علشان تطلع زي ما هي ما تسحش بدرجه الحراره العاليه. ما علينا زي ما انتم شايفين بيبقى شكلها مدور وبيبقى في جوه الدراج بيبقى دايب جواها وهي بتبقى عباره الالبومين بيبقى الالبومين يعني مع بيبقى اون ذا سيرفيس بقى التشينز المختلفه بتاعه اللي هو قلنا الامينو والثايو والحاجات دي كلها. والسايز بتاع البارتكلز دي بتبقى في حدود 50-150 نانومتر بتدي concentration dependent dissociation into individual drug bound albumin molecules. تمام طيب ال rapid tumor accumulation of NAB paclitaxel in tumor ده برضو بقيت الارتكل كانوا ناشرين يبينوا قد ايه الاكيوميليشن بتاع النانو بارتكل الباكليتاكسل اللي هو لودد على الالبوم النانو بارتكل بيوصل للتيومر بيحصل له accumulation في التيومر سيلز نتيجه بيحطوا ماده فلوريسنت جوه النانو بارتكلز دي مع الباكليتاكسل وبيعملوا لها انجكشن وبيشوفوها بالفلوريسنت مايكروسكوب بيقدروا يشوفوا يصوروا ويشوفوا قد ايه وصل وجدوا ان 33% higher tumor accumulation of paclitaxel over 24 hours confirmed with radio labeled. كمان عملوا كمان radio labeling يعني في نفس الشغل ده عملوا radio labeling وعملوا fluorescence ووجدوا ان ان بيحصل بعد خلال ال 24 ساعة بيحصل 33% higher accumulation مقارنة بالتاكسل قارنوا الأبراكسان بالتاكسل. فهمتوا يا جماعة دي نوعية الدراسات اللي بتحصل علشان يبتدوا يثبتوا كفاءة المنتج ده قبل ما يبتدوا يعملوه in vivo يعملوا in vitro بيعملوا in animals in vivo in animals الأول ويشوفوا يا ترى الدواء بتاعهم راح فين لو قارنت التاكسل بالباكليتاكسل هيبقى شكله ايه. ممكن تلاقوا انتوا الارتكل ده او لو عايزين احاول اشوف له لكم وانزل لكم تقروه بس دي طبعا معلومات زياده لكن دي نوعيه الابحاث اللي بتتم علشان يثبتوا بيها ان النانو سيستم بتاعهم او النانو بارتكلز دي حققت نتيجه احسن من ناحيه مثلا التجمع في التيومر الكميه اللي بتوصل من الدراج في التيومر الاقل سايد افكتس الحاجات دي كلها بيحاولوا يثبتوها بالان فيفو اكسبيرمنتس انيمالز. الميكانيزم اوف تيومر تارجتنج ليه هو عمل اكيوميليشن بنسبه اكبر من التاكسل ده نتيجه ان هو بيعتمد بما انه البومين فحاجه ناتشرالي موجوده في الجسم فلو باث ويز يعني بيعتمد على حاجات ناتشرال بتحصل اندوثيريال سيل ترانسبورت
Okay, this is a natural pathway. The malignant cell uses to supply itself with nutrients and energy for rapid growth. Albumin nanoparticles make use of a specific receptor. برضو في receptors معينة على the blood vessel wall بتاعت tumor new vasculature. فبيوجدوا إن الألبومين بيبقى attracted لها, بيروح عليها, وبالتالي بيبقى سهل عليه إنه يخش جوه tumor cells. حواليكوا دلوقتي رسمة بتبين الكلام ده. الألبومين nanoparticles, اوكي, الألبومين nanoparticles برضو يعني بيستخدموا ال natural tumor attractions to albumin enabling delivery. يعني انتوا عارفين ان tumor cells بيبقوا عايزين ياخدوا nutrients, فبيبقى عندهم pathways كده بياخدوا بيها بيتغذوا بيها, فبيبقوا عايزين بيبقى searching for proteins وكده. فالالبومين بسهولة بيبقى من ضمن attracted للالبومين, فبالتالي الالبومين بيسمح بان هو ياخد معاه كمية drug كتير ويدخلها جوه tumor cells, وبالتالي الباكليتاكسل يخش جوه التيومر سيلز ويقتل التيومر سيلز. فالالبومين اولا از فيري سيف ناتشرال وريفرسبل بايندينج تو باكليتاكسل, يعني بيسيب بيحصل له بايو ديجريديشن وبالتالي الباكليتاكسل بيطلع منه بسهوله. دي برضو رسمه بتبين, دي اكيد مش عليكم بس يعني بوريكم ان 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 هو بيستخدم الاندوجينس البومين باسويز علشان يحصل اندو سايتوزيس للالبومين في التيومر سيلز, وبياخد معاه كده الدراج نفسه. تمام, واللي بيساعد على كده كمان حاجه بيسموها السبارك. السبارك ده ايه بقى؟ السبارك ده حاجات بتفرز اللي هو عباره عن سيكريتد بروتينز اسيديك اند ريتش ان سيستين. دي برضو بتساعد على يعني albumin binding proteins, بتساعد على البايندينج مع proteins منها, بتشد الالبومين وبالتالي بتركزها جوه التيومر سيلز, وبالتالي الدواء بيبقى مركز بكميه كبيره جدا جوه التيومر سيلز. فهمنا كده؟ علشان كده بيتاخد بدوزز اقل لانه بيقدر يوصل, يعني لو قارنا الدوزز بتاعت الابراكسان والتاكسول انا اقدر ادي كميات اكبر بالابراكسان. اولا مش خايفه من توكسيسيتي بتاعت ال الكريموفور, زائد ان هو فيري تارجتنج للتيومر سيلز. فالابراكسان ات دوز اوف 260 ملي جرام بير متر سكوير جيفن ات 30 مينيتس انفيوجن ويزاوت بري ميديكيشن, مش محتاجه ادي كورتيزون, ما عنديش هايبر سنسيتيفيتي رياكشنز, given a 3-hour infusion with standard steroid and antihistaminic pre-medication. 200 patients in each group receiving treatments every 3 weeks. 200 patients هنا in each group receiving treatments every 3 weeks. وعملوا هما الدراسة دي وكانوا بيقارنوا الأبراكسان بالدوز دي والتاكسول بالدوز دي وهنا بالميديكيشن وهنا without the medication. عملوا دراسة clinical trial والدراسة دي بيّنت الآتي, بيّنت إن الريسبونس ريت الأبراكسان كانت دبل, زائد بيّنت إن التايم تو ديزيز بروجريشن وإنكريز سيرفايفل كومبيرد تو تاكسل. يعني معناها إن الكانسر ما بيحصلوش بروجريشن بسرعة هنا, يبقى أقل. نفس الوقت السيرفايفل الناس بتعيش مدة أطول لما بتاخد الأبراكسان عن التاكسل. تمام, الاثنين أصفروا عن نيوتروبينيا, بيحصل معهم نيوتروبينيا ناتجة من الباكليتاكسل نفسه, بس وجدوا إن النيوتروبينيا بتبقى مور سيفير في التاكسل. وجدوا أصلاً كمان إن الهايبر سنسيتيفيتي رياكشنز طبعاً ديفينتلي في التاكسل أكتر, مفيش خالص في الأبراكسان ومش محتاجين ندي بري تريتمنت. السنسوري نيوروباثي إن مور بيشنتس أون أبراكسان, الجي آي تي سيمتومز إن مور بيشنتس أون أبراكسان, الألوبيشيا واز كومباربل إن بوث برودكتس, cardiovascular events were comparable. بالنسبة للadministration الأبراكسان عامة برضو زي التاكسول ما بيتعطاش قوي لو الناس عندهم neutrophil count قليل عن نسبة معينة. زي ما قلنا إن الأبراكسان the powder for reconstitutions بيبقى immediately reconstituted وبيتحط في التلاجة for up to 8 hours. يبقى مهم جدا نعرف إن في فرق كبير بين التو,
في الـ bioavailability, وبالتالي I cannot use them interchangeably. الأبراكسان is an albumin form of paclitaxel. هيأثر على drug functional properties relative to those in solution. عمري ما بطلع الاثنين بدل بعض. يريد تشوفوا البامفلت بتاعت الاثنين, بصوا على drug monographs وشوفوا الpatient education المطلوبة, نقول ايه في ده عندها. زي انتوا شايفين سنة 2012 Medscape ناشر ال FDA approvals بتاعت الأبراكسان for injection. Okay, well, it is indicated for the first line treatment of locally advanced non-small cell lung cancer, كمان مش بس في breast cancer, يعني with in combination with the other anti-cancer drug. Type. In breast cancer, paclitaxel protein bound is usually given once every 3 weeks for cancer of lung. يبقى ده نوعيات الكانسر اللي بيستخدم فيها الباكليتاكسل في breast cancer أو في lung cancer أو pancreas. لو كل واحدة لها بروتوكول معين, أكيد أنتوا أخدتوا الكلام ده في حتة النهاية. كل كانسر, نوع كانسر بيحتاج بروتوكول معين. في other paclitaxel formulations عايزاكوا تعرفوها برضو موجودة في السوق, مش بالأخص في السوق المصري. بتحتوي بيبقى حاجة تانية, ما هياش نانو بارتيكلز, قلبي من نانو بارتيكلز, وما هياش في سيرفاكتنت. هي بتبقى is a prodrug bound to the fatty acid docosahexaenoic acid. The fatty acid cleavage occurs slowly within tumor tissues with the desired outcome of sustained tumor accumulation. Phase 2 studies have demonstrated favorable results with this new paclitaxel formulation. Now, this is another paclitaxel formulation where phase 2, دلوقتي أعتقد أنها phase 3 ممكن تكون نزلت already. يعني هو برضو هنا بيعتبر عاملينه في صورة برو دراج bound to a fatty acid اللي هو اسمه دوكو هيكزانويك acid. بيحصل بسهولة fatty acid cleavage في tumor tissues with desired outcome of sustained tumor accumulation. برضو في حاجة اسمها باكليكال polyglunics, ده هنا بيبقى في conjugation للباكليتاكسل مع poly glutamic acid. على فكرة في شغل كتير جدا معمول على الباكليتاكسل, في أنواع, كمية delivery systems مش طبيعية مدروسة, بس مين فيهم اللي هيوصل الماركت الأول؟ هو تنافس في كده إن هم يعملوا الـ in vivo studies على الـ animals, بيعملوها clinical trials وحاجات دي كلها. برضو هنا عامل conjugation مع polyglutamic acid, بيعمل رغب إن هو بيعمل drug accumulation في tumors أكتر. برضو جربوه على الـ non-small cell lung cancer cells والـ ovarian والـ breast cancers. Okay, في encouraging results. ده حاجة تانية عاملينه برضو مع peptide vector, brain peptide vector. ده هنا بيبقى فيه زي covalent bound. هو كريموفور فري برضو formulation. هو استخدمه هنا surfactant based derivative من retinoic acid. وده بيحضروا بيه نانو بارتيكل مايسيلر بريباريشن. الحاجات دي يا جماعه انا مش هطالبكم بيها, انا عايزاكم اهم حاجه تعرفوا الابراكزام والتاكسول الفرق بينهم, لكن دول كلهم بوريكم بس ان في ماركتد برودكتس كتير بيحولوا يعملوها, بيحولوها انتو مايسيلز بوليميريك, بيعملوها بايندنج مع فاتي فاتي اسيدز, حاجات كده كلها عشان يتجنبوا استخدام ال ال اللي هو الكريموفور. المهم بقى ده, لا ده مهم اللي هو السينفيلاك, ده انتم مطالبين بيه السينفيلاك. طب ده عشان ده موجود ريدي في السوق, هو هو ده في صوره بوليميريك نانو بارتيكل مايسيلر داي بلوك بوليميريك باكليتاكسل فورميليشن كارنتلي ابروفد اند ماركتد لو تريد نيم تاني في كذا كاونتي مختلفين. ات هاز كومبليتد كل الفيزز و وبيستخدم في البانكرياتيك اوفيرين وبلادر كانسرز. زي ما انتوا شايفين في صوره اهو, يعني لما بقى هو في مايسل فبقى بالتالي بقى ووتر سوليبل, فبقى ايزلي ديليفرد. اوكي, امبروفد سوليبيليتي, امبروفد فارماكولوجيكال بروفايلز وباي افيلابيليتي, الاوز فور دوال انكابسوليشن اوف ووتر سوليبل ووتر انسوليبل. التكنيك ده ممكن اعمل بيه احط تو دراجز في نفس ال, يبقى ده هم بيستخدموا two polymers وبيعملوا بيهم micelles.
برضو زي ما انتم شايفين هنا التايم لاين تو ماركت ما بياخدش وقت، ما خدش وقت طويل من 2014-2016. يبقى لو انا بقارن بين التلاتة دول، مهم قوي السلايد دي، بقارن بين التاكسل والابراكسان والسينفيلاب، كل واحد فيهم عبارة عن ايه؟ ده نانو، ده ألبوم نانو بارتيكلز، ده عبارة عن بوليميريك مايسلز. يا ترى ده الفورميليشن بتاعته ده فيها كروموفور دي لا، ده بيولوجيكال بوليمر بيبقى ايزلي ديجريدبل، ده كيميكال بوليمر. ولكن الماكسيمم توليريتد دوز اللي هي الدوز اللي ممكن تتاخد ماكسيمم من الباكليتاكسل، كل ما بعلى بالماكسيمم توليريتد دوز ده معناها ان المستحضر ده مور سيف اند مور از بيتر، لان انا بحتاج اعلي كميه الكيموثيرابي اقدر اوصل ل 260 ملي جرام بير متر سكوير. دايما بيحسبوا الدوز بالبادي سيرفيس اريا. السين في لوك قدروا يوصلوا بكميه اكبر. ماشي اوكي دكتور لو سمحت افندم افندم اتفضلي. نعم ناس كتير، في كذا حد محتاجه تعمل له ادمشن في الميكروفون. انا بقى غريبه سامعه صوت الحكايه دي، بس انا مش ظاهر لي ان انا اي كان ادمت دم، فانا مش عارفه تو ادمت دم. اوكي مش ظاهر لي ادمت انا عشان ادوس عليها، يو اندرستاند؟ انا اي دونت نو، يعني انا دلوقتي عندي 40 اتنديز، اي كان اي دونت نو، اي كان نوت ادمت مور، ما مش ظاهر لي. لو ظهر لي على طول بعمل ادمت. اوكي I don't know what's the problem. وإحنا قربنا نخلص الناس اللي داخلة دلوقتي. هل دي ناس كانت معانا وطلعت عزبا عنها؟ I don't know. Anyway, it's recorded and everyone will listen to this. Okay. الادفانتج زي ما انتوا شايفين بيقارنوا في الماكسيمم توليريتد دوز، في ان هو ما بيحتويش على ما فيهوش، مش محتاج لدونر درايفد هيومن سيرم البومين، ستورج كونديشنز، الميكروبيال جروث، الكيموفور فري الدوزنج، الحاجات دي كلها. يبقى الماكسيمم توليريتد دوز بتبقى اكتر زي ما قلنا في السينديلوج ده، واخدوا ان الريسبونس ريت عالي كومبيرد تو توكسل تاكسل، نو نيد تو ادجست تمبرتشر لايك ابراكسان نو البومين. البيفيرون ده برضو انذر، هنا كنت عايزه اكلمكم بقى على دراج تاني غير الباكليتاكسل مطبقين فيه فكره الالبومين نانو بارتيكلز اللي هو الالبيفيرون. ده طبعا عباره عن انترفيرون، ها ريكومباينت انترفيرون، ده اللي هيبقى محاضرتنا المره الجايه. هنتكلم على البايو فارماسيوتيكال على البايوتكنولوجي برودكتس. اوكي ده عاملينه هنا في صوره نانو البومين نانو بارتيكلز اهو زي ما انتم شايفين الانترفيرون مع الالبومين. اوكي ف وجدوا ان برولونجز هاف لايف طبعا مع بروتينز. الالبوفيرون واز ديتكتبل فور اب تو 4 ويكس following the second subcutaneous injection, exhibiting a half-life of 148 hours, supporting dosing at intervals of 2 to 4 weeks. This compares to a reported mean elimination half-life of 80 hours and 40 hours for PEG intron, supporting once weekly dosing. هنا برضو بيقارنوا بالother interference conventional formulations. برضو طبعا ان هو higher, longer sustainable يعني half-life وبيدي باتر افكتس. اوكي يا جماعه بقيه الحاجات بقى اللي بيدوروا عليها شوفوها اتفرجوا عليها. وي هاد تو كانسل ات فروم ذا اكزام عشان كتير عليكم. انا هيهمني زي ما قلت لكم المكتوب هنا البرودكتس اللي هو الفرق بين سانديلين ونيورال، الفرق بين التاكسل والابراكسان والسينديلوك، الحاجات الثانيه اللي انا قلتها دي فور يور انفو. تمام كده اي هوب ان انتوا تكونوا استفدتوا بالمحاضره. ومرام عايزه تقولي حاجه؟ يا دكتور معلش انا يعني كان عندي سؤال في اللي هو المايسل ده اللي هو سينفيلوك دلوقتي. هو ده حضرتك قلتي ممكن احط اكتر من دراج او بوليمر في المايسل، يعني هو اوريدي كو بوليمر، هو تو بوليمرز بلوك بوليمر، ده نوع من يعملوا نانو بارتيكلز بتو تايبس اوف بوليمرز. فده ممكن وجدوا ان هو ممكن يعملوا انترابمنت فيه لتو مولكيولز، يعني تو دراجز مع بعض. وانت عارفه ان الكانسر دايما في علاجه بيعوزوا يستخدموا كذا كيموثيرابي. تمام، يعني فهمت حضرتك. تمام دكتور اوكي. تمام يا مرام، برافو عليكي، اسئلتك جميله. ماشي يا مرام. طيب شكرا يا دكتور. ماشي يا جماعه، حد عنده اي سؤال؟ اي هوب ان كده everything is clear. المره الجايه بقى يعني طبعا انتوا بتاخدوا نبذات للاسف بسبب الكوفيد المهم يعني، بس we have to say it، يعني we have to tell you about البيوتكنولوجي برودكتس عشان انتوا لما تنزلوا السوق برضو تبقوا فاهمين. وطبعا دلوقتي الكوفيد والفاكسينز هنتكلم على
الفورميليشنز بتاعت كل البايوتكنولوجي برودكتس دي اوكي وبروتين دراجز والحاجات دي، انتوا اخدتوا البروتين دراجز مع، هنعرف الفرق بينهم وبين الجزء الجينيتكس اللي كلمتكم عليه دكتوره فاطمه اخدتوه في الترم الاول. اوكي يا جماعه هنزل لكم، هحاول انزل لكم بدري شويه عشان الاسبوع الجاي، ايه رايكم؟ هل تحبوا انزل لكم عشان الخميس ده هيبقى اخر يوم في الدراسه؟ انا بحب اللايف شرح كده، هل نعمل زي الاسبوع ده ولا عايزين ان احنا انزل لكم فيديو مسجل ليا للمحاضره ونتناقش يوم الخميس على اساس ان هو اخر يوم في الدراسه، ولا انتوا كده ولا كده مزنوقين وهتبقوا بعد كده يعني؟ فقولوا لي ايه اللي يريحكم بالنسبه للاسبوع الجاي عشان عارفه انه هيبقى عندكم امتحانات. اتفضلوا. انا حاسه دكتور لايف احسن.